وهنكمل مع بعض حل السؤال رقم 5 صفحة 166 ولا 166 66 و66 اللي خدوا العدد يا جدعان يقولوا لنا، لو حد أصغر بيسمعنا يقول لنا. السؤال رقم 1، السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. رقم 1 بيقول لي إذا كانت سرعة سيارة 80 كيلو متر في الساعة فإن سرعة راكب السيارة تكون كام؟ طبيعي الجسم اللي جوه الحاجة المتحركة بياخد نفس سرعتها. يعني انت مثلا ليه انت وانت راكب الاتوبيس ما بتقعش غير لما الراجل يضرب مرة واحدة؟ احنا خدنا الدرس اللي فات انت بتقع ليه لما هو بيضرب الفرامل مرة واحدة. طب انت ما خد المفروض بقى في الدرس ده تعرف انت ما بتقعش ليه وهو ماشي اصلا. يعني ايه يا عم الحاج؟ انت بتبقى مكتسب سرعة السيارة اللي انت فيها او سرعه الاتوبيس اللي انت فيه او سرعه القطر اللي انت فيه وانت راكب جواه. يعني انت راكب القطر، اللي راكب القطر يقول، اللي راكب المترو يقول، اللي راكب الاتوبيس يقول، اي حاجه من دول يقول، واللي راكب توك توك عادي يعني يقول، يعني ما فيهاش مشكله، كلها وسائل مواصلات بتتحرك. انت عندك وانت راكب اي عربيه مواصلات او اي مواصلات معاك او اي وسيله مواصلات معاك ممكن تهدف التليفون اللي فوق وتشقطه صح او تلقفه زي ما بيتقال. ازاي يا عم؟ جربها في كيس شيبسي اهو، لو طار هيروح. طبعا شيبسي مع المقاطعه اللي معانا مش يعني الحاجات المنتجات المصريه، مش الحاجات اللي هي مقاطعه ماشي، يعني نوع شيبسي من الحاجات المصريه اللي معانا، ادعم اخواتنا في فلسطين. فانت هات كيس شيبسي من اي نوع تمام، واحذفه لفوق وانت راكب العربيه ولقفه. لقفته يعني مسكته صح؟ صح. بعد ما لقفته انت كده استنتجت ايه؟ ان سرعة كيس الشيبس اللي موجودة جوه دي بتتحرك بنفس سرعة الاتوبيس او العربية اللي انت راكبها وفي نفس الاتجاه، لان هي تعتبر كده الجسم ملاصق او هي نفس الجسم بتاع العربية. تمام. ودي مسألة في الفيزياء انا حابب افهمها لك من دلوقتي عشان خاطر لو حد قال لك ايه. وانت مثلا لما بتحدف طاقية لصاحبك في وانت راكب الميكروباص او الاتوبيس، مش المفروض الاتوبيس ده ماشي والطاقية دي طايرة في الجو فهي تطلع بره الاتوبيس والاتوبيس مكمل لقدام، فانت تقول له ايه؟ لا يا معلم، احنا راكبين جوه فاحنا يعتبر نفس الجسم، او احنا حرفيا نفس الجسم اختلفناش عن بعض. تمام. السؤال رقم 2، سيارة تتحرك بسرعة 10 كيلو متر في الساعة في عكس اتجاه سيارة اخرى تتحرك بسرعة 80 كيلو متر في الساعة تكون سرعتها النسبية كام؟ احنا اتفقنا في عكس اتجاه السيارة الاخرى بنعمل ايه؟ دي بتمشي ودي بتمشي، دي بتبعد عن دي، معنى كده ان احنا بناخد جمعهم. تمام. رقم 3، اذا تحركت سيارتين في نفس الاتجاه بسرعة 100 كيلو متر على الساعة تكون سرعة احداهما بالنسبة لسائق السيارة الاخرى كام؟ هما الاتنين، واحدة ماشية كده تانية ماشي معاها كده، الاتنين في نفس الاتجاه وبنفس السرعة على طول، السرعة النسبية بتساوي كام؟ يلا اللي بعده ما تفكرش كتير. رقم 4، السرعة النسبية لجسم متحرك بسرعة ما بالنسبة لمراقب يتحرك بنفس السرعة وفي اتجاه مضاد تكون ايه بالنسبة للسرعة الفعلية؟ احنا اتفقنا ان هو لما بيمشي في نفس الاتجاه بيلاشوا بعض، طب عكس الاتجاه بنجمة. طيب الجسم المتحرك بالسرعة ما دي التاني بيتحرك بنفس السرعة ضد الاتجاه، لما نجمع نفس السرعة على نفس السرعة يطلع لي ايه؟ ضعف السرعة. تمام. الحاجات سهلة، انت اللي ما تفكرش كتير عشان لو شغلت دماغك هتقرفني انا، او شغل دماغك يا اسطى انا اقرف عشان انت ترتاح ولا يهمك يا اسطى. رقم 5، اذا كنت راكبا قطارا وبدأ حركته فانك تشعر ان رصيف المحطة ماله. انت ماشي الناحية دي، بص على الرصيف نفسه هتلاقي انك بتعمل ايه؟ بيرجع لورا. لو انت ركبت من رمسيس مثلا القطر، قطر 6 3، تمام. ماله؟ امشي كده، اركب القطر ده. القطر ده الساعة 6:15 كده يبقى عمل ايه؟ اتحرك حركة بسيطة جدا على المحطة كده، بص على خط الرصيف وبص على القطرات التانية، ارمي عينك من الباب كده وانت قاعد على الكرسي، ارمي عينك هتلاقي ايه؟ القطارات بتتحرك وكأنها بتتحرك لورا، مش انت اللي بتخش لقدام. تمام. رقم 6،
عندما تكون راكبا في قطار سرعته 120 كيلو متر في الساعة، فإنك ترى الأشجار على الطريق. مالها؟ هي الأشجار أصلا مالها؟ أشجار إيه؟ مالها؟ تتحرك يا جدع يا جدع، الأشجار بتتحرك، هي بتتهز كده بس، هي ماشي لكن ما بتتحركش. أنت أصلا ماشي بسرعة 120، فأنت طبيعي بتشوف الشجرة وهي ثابتة إنها تتحرك برضو بسرعة 120. طب معاك في نفس الاتجاه؟ لا. يبقى أول واحدة ساكنة مستحيل تتحرك بسرعة 240، برضو مستحيل. طب تتحرك ب 120؟ اه. تتحرك ب 120؟ اه. في نفس الاتجاه، انت الحاجة ما بتشوفهاش في نفس الاتجاه، تمام؟ يبقى على طول في عكس الاتجاه، تمام؟ يبقى تتحرك بسرعة 120 كيلو متر في عكس اتجاه حركة القطار. رقم 7، كل مما يأتي يمثل حركة انتقالية عدا مين؟ يعني كل دول بيمثلوا حركة انتقالية من مكان لمكان ما عدا حاجة واحدة بس، ايه هي؟ حركة موجات الماء. من الأول واحدة كده، ايه السؤال السهل ده؟ فكر في الباقي هتلاقي. حركة القطار مالها؟ من نقطة لنقطة. حركة المنجزفات من نقطة لنقطة. حركة الدراجات النارية من نقطة لنقطة، تمام؟ دي الوحيدة اللي حركة دائرية. رقم 8، من أمثلة الحركة الاهتزازية حركة مين؟ احنا اتفقنا ان الحركة الاهتزازية على طول ايه؟ بندول، الساعة. موجات الماء دائرية، المروحة دائرية، يبقى بندول الساعة هو الاهتزازية. رقم 9، تعتبر حركة الالكترونات حول النواة حركة ايه بقى؟ احنا على طول بنقول ايه؟ ان الالكترونات بتعمل ايه حول النواة؟ بتدور، ماشي؟ واللي مش متابع كورس الكيمياء معايا هزعل طبيعي، يعني واجيب ناس تزعل، واجيب ناس تزعل مع الناس اللي انا جبتها تزعل، وهم يجيبوا ناس معاهم يزعلوا معايا. رقم 10، حركة كل من الصوت والضوء حركة مالها؟ على طول الصوت موجة والضوء موجة، تبقى موجية. وإن ما سألتيش فيا تبقى الضوء موجية. رقم 11، الضوء ينتقل في نقط من اللي تحت دول. الماء ده يعتبر وسط، يعتبر وسط، والضوء بينتقل في الوسط. الهواء بيعتبر وسط، الهواء بيعتبر وسط. الفراغ هو ينتشر في الفراغ لأنه لا يحتاج لوسط مادي لا ينتقل من خلاله، يبقى جميع ما سبق. رقم 12، أي مما يأتي يعتبر من الموجات الميكانيكية. أنا عندي أول ما يسأل على الميكانيكية على طول ببص على الصوت، موجات الصوت أهي، وموجات الماء برضه يقول لي ده موجية، تمام، معتمد على حركة، معتمد على ميكانيكا، تمام. رقم 13، كل مما يأتي من أمثلة الموجات الكهرومغناطيسية عدا مين؟ عدا، تمام، اللي هي موجات الصوت. عدا مين؟ موجات الصوت. رقم 14، سرعة موجات الضوء في الفراغ نقط سرعة موجات الصوت في الهواء. بص يا اسطى، السؤال ده عايز اقول لك على حاجة كويسة جدا فيك، حاجة في دماغك يعني. هو بيسأل على سرعة الضوء. انت سمعت شخصية في الافينجرز اسمها ايه؟ الافينجرز كان فيهم شخصية اسمهم فلاش. فلاش ده كان بيعمل ايه؟ لو معرفتوش روح ابحث عنه، اسمع الفيلم، اكتب ده فلاش، فلاش افنجرز، اي حاجه من الحاجات دي هيظهر لك يعني. بس تقريبا ما فيش حد ما بيسمعش المارفل، ده ابسط مثال يعني، انا قايله عشان ولاد وبنات يعني، ما فيش حد ما بيسمعش المارفل اصلا، ما فيش حد عاقل ما بيسمعش المارفل، عشان خاطر يعني ايه، ابقى محدد الزون شويه، ماشي؟ لان انا بسمع لهم يعني فانا بحبهم. فعندك فلاش ده بيعمل ايه؟ فلاش ده معناه بيجري، او هو وظيفته ايه؟ بيجري بسرعه كبيره جدا، سرعه كبيره جدا. طب فلاش اصلا معناه ايه؟ انت لما بتيجي تصور بالتليفون بتشغل فلاش، صح؟ طب انا شغلت فلاش يعني ايه؟ شغلت ضوء. فهو اتسمى فلاش ليه؟ عشان بيجري بسرعه الضوء اللي هي اسرع حاجه موجوده في الدنيا. عشان كده انت لما بتشوفه في الجزء الاخير اللي نزل له كان بيجري تك 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 تك، فبينتقل من الزمن للزمن عبر الزمن، تمام. فانت مثلا لما شفت فلاش ده انت كده عرفت ان هو ايه، بيجري بسرعه كبيره جدا اللي هي سرعه الضوء، يعني اكبر سرعه موجوده عندي، يبقى هي مقارنه سرعه الضوء باي حاجه تبقى على طول اكبر منها، تمام. دي معلومه في الخمسين عشان خاطر تسمع تفهم الدنيا ماشيه ازاي. رقم 15، بيقول لي سرعه موجات الاشعه السينيه في الفراغ نقط سرعه موجات الاشعه تحت الحمراء. ماشي يا حبي، يعني هو بيسال على ايه؟ الأشعة السينية مقارنة بالأشعة تحت الحمراء. الأشعة السينية من أنواع الأشعة الإيه؟ أو الموجات الإيه؟ والأشعة تحت الحمراء من أنواع الإيه؟ الاتنين من الكهرومغناطيسية. فقشطة، على طول الاتنين نفس الحاجة، يبقى على طول
هتساوي رقم 16. ما الشيء المشترك بين موجات الصوت وموجات الإذاعة؟ موجات الصوت وموجات الإذاعة الاتنين مالهم؟ بيبقوا حركة موجية. تمام. رقم 17. أي مما يأتي يعتبر صحيحا بالنسبة للبرق والرعد؟ كلاهما موجات كهرومغناطيسية. يا جدع مستحيل. كلاهما من الموجات الميكانيكية. يا جدع مستحيل. يسمع صوت الرعد قبل رؤية ضوء البرق. يا جدع مستحيل، لأن الرعد يعتبر صوت بيحتاج لوسط يمشي فيه. سرعة موجات الضوء البرق أكبر من سرعة موجات صوت الرعد. سلام عليك، سلام عليك يا علي، وسلام على مزاجك كده. عايزك تفوق معايا في الحتة دي، تمام؟ إن أنا بسمع البرق قبل ما أشوف الرعد، تمام؟ ولازم تبقى تكون عارف أصلا إن الرعد هو اللي بيتسمع. يعني مثلا لو أنت يا ستي واقفة دلوقتي ماسكة التليفون في الصالة، تمام، وعاملة نفسك فيها بتذاكري وأنت أصلا بتنعيش الواجب، فأنت جيتي أو أنت جيت أمك ناديتك، لما أمك ناديتك أنت ما ردتش عشان دي قلة أدب. فهي لما سمعت انك ما ردتش او عرفت انك ما ردتش او عرفت انك ما ردتيش عملوا ايه؟ انت يا زفت او انت يا زفته، وراحت مزعقه جامد كده، مش قلت لك تعملي كذا؟ فانتوا هتروحوا قايلين ايه؟ سمعت. فهي تروح قايله سمعت الرعد في ودانك. فانت لما سمعت الرعد في ودانك يبقى الرعد هو الصوت، تمام؟ ولا انت بتشوف بودانك؟ سمعت الرعد بودانك وانت بتسمع صوت، يبقى الرعد هو الصوت. موجات ايه بقى؟ دي بتاعتك. تمام. سؤال رقم 18. من امثله الالات الموسيقيه الوتريه. يعني ايه وتريه؟ يعني ليها وتر، يعني ليها وتر. عندي عود، ناي، مزمار، الفلوت. يبقى على طول ايه؟ العود والكمان هما الوحيدين اللي من الات وتريه. رقم 19. الكمان من التطبيقات التكنولوجيه للموجات الايه؟ على طول دي صوت يبقى، او حركه تبقى ميكانيكية. لو صوت وحركة يبقى ميكانيكية، صوت أو حركة يبقى ميكانيكية على طول كده. تمشي لي في الصورة تقول إيه؟ الميكانيكية هي عبارة عن حركة. الميكانيكا عبارة عن حركة، تعمل ديناميكا وستاتيكا وهما الاتنين. ميكانيكا عبارة عن حركة. تمام. السؤال رقم 20. من التطبيقات التكنولوجية لأشعة جاما ايه هي بقى؟ انا عندي جاما بتعمل اورام، بتعالج الاورام يعني، تمام، بتصور العظام، دي اشعه سينيه، طي الطعام، اشعه تحت الحمراء، يبقى على طول علاج الاورام. تمام. رقم 21. الاشعه تحت الحمراء لها تاثير ايه؟ حراري. رقم 22. تستخدم نقط في طهي الطعام. مين اللي بنستخدمها في طهي الطعام؟ على طول الاشعه تحت الحمراء. اختر من بي ما يناسب العمود ايه وعد كتابة العبارة كاملة. هنا بيقول لك نوع الحركة وهنا مثال. رقم 1. الحركة الاهتزازية. فانا عايز مثال للحركة الاهتزازية هنا. اي ابسط حركة اهتزازية على طول بنقول عليها الدلدول او البندول. رقم 2. ما تقوليش بنادول. الحركة الدائرية عبارة عن ايه؟ على طول اي حاجة بتلف في دايرة. لو اسمها دايرة اللي هي ايه؟ كده اهو، كده او كده، دي اسمها دايره ودي اسمها دايره. فعلى طول ايه اللي بتلف في كده؟ ازرع المروحيه. رقم 3. الحركه الموجيه. انت عندك موجات الصوت قشطه، السخان كده، ما تفكرش كتير، اهو بسط لنفسك المعلومه، تمام. رقم 2. الموجات الكهرومغناطيسيه والتطبيق التكنولوجي عليها. الاشعه السينيه بتعمل ايه؟ رقم 7. ضع صح ام خطا واعد تصويب العباره الخاطئه. رقم 1. يوصف الجسم الذي لم يتغير موضعه بالنسبه لنقطه مرجعيه فانه في حاله حركه. انا عندي جسم لم يتغير موضعه يبقى اكيد في حاله سكون. رقم 2. تستخدم نقطه ثابته في تحديد مواضع الاجسام تعرف بالنقطه المعرفيه. يا جدع اسمها نقطه مرجعيه، يعني برجع لها. تمام. يعني انا برجع لها وانا بحدد حساباتي او انا بحدد النسبه اللي معايا، تمام، عشان كده سميناها بالمرجعيه، انا برجع لها. رقم 3. يلاحظ المراقب المتحرك الاجسام تتحرك بسرعتها الفعليه. انا عندي المراقب بيتحرك، بيشوف بالنسبه للسرعه الفعليه. مستحيل، يبقى على طول بنسميها السرعه النسبيه، او لو المراقب ساكن ده عايز تقول بسرعتها النسبيه، لا اما المراقب ساكن. تمام. رقم 4.
السرعة النسبية لجسم متحرك بالنسبة لمراقب يتحرك في نفس الاتجاه تساوي مجموع السرعتين. أنا عندي الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب يتحرك في نفس الاتجاه أكيد هتساوي، بدل ما هو في نفس الاتجاه يبقى أكيد هتساوي إيه؟ طرح بتاع السرعتين. تمام. أو الفرق بين السرعتين على حسب ما عايز تكتب دي أو دي، إنما شغلتك الحسابية طرح يعني ما فيهاش مشكلة، هي الفرق، هي طرح ما فيهاش مشكلة. رقم 5، السيارة التي تسير بجوار سيارتك بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه تكون سرعتها بالنسبية كبيرة جدا، مستحيل، وهي في نفس الاتجاه وبنفس السرعة بتكون محصلة تساوي صفر. رقم 6، عندما تمر سيارتك أثناء حركتها بجوار دراجة متوقفة فإن الدراجة تبدو لك وكأنها تتحرك للخلف. اخيرا شفنا حاجه صح، ماشي، لان لما انت عربيتك بتمشي لقدام بالنسبه لحاجه واقفه، طول ما انت بتبعد انت بتشوف اكنها هي اللي بترجع لورا. تمام. رقم 7، حركه بندول الساعه توضح مفهوم الحركه الانتقاليه. يا جدع عمالين نقول البندول عمال بيعمل له ايه؟ يدور، يلف ويدور، بيدور حركه دوريه، ايه ده ازاي؟ تمام. رقم 8، حركة المقذوفات من أمثلة الحركة الدورية. يا جدع المقذوفات أنا بحذفها من مكان لمكان يبقى انتقالية. رقم 9، موجات الصوت أسرع من موجات الضوء. لا، العكس هو اللي صح، الضوء أسرع من الصوت. رقم 10، يرى البرق بعد سماع الرعد أثناء سقوط المطر الغزير. احنا بنسمع الأول ولا بنشوف؟ أنا قلت لك البرق ده نور وأنت منورنا، فأنت تيجي الأول. تمام، مش بعد سماع الرعد، لازم يبقى قبلها. رقم 11، موجات الصوت من موجات الكهرومغناطيسية التي يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. موجات الصوت من الموجات الكهرومغناطيسية التي يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. على طول الصوت قلت لك ايه هو، والصوت ايه؟ الصوت وحركة المية على طول بتبقى اي حركة اي حاجة بتبقى، الله ينور عليك، ميكانيك، لما قلت لك في الفيديو اللي فات وانت ماشي كده تقول ايه؟ شاطر. رقم 12، من موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ. طبيعي الضوء من موجات الكهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ. رقم 13، اجهزة الفحص والعلاج بالموجات فوق الصوتية من تطبيقات الاشعة السينية. يعني موجات فيها صوتية اهي، من تطبيقات السينية دي كهرومغناطيسية، انما الصوت ميكانيكية. تمام. رقم 14، تستخدم أشعة جاما في تصوير الشروق والكسور العظام. احنا على طول بنقول أشعة اكس او الأشعة السينية. تمام. رقم 15، تعرف الأشعة فوق بنفسجية بالأشعة الحرارية. تعرف الأشعة فوق بنفسجية بالأشعة الحرارية. مين اللي بتعرف بالأشعة الحرارية؟ على طول تحت الحمراء، لأنها لها تأثير حراري. رقم 16، بيقول لي تستخدم أشعة الضوء المرئي في أجهزة الاستشعار عن بعد. على طول اللي بنستخدمها في الاستشعار عن بعد على طول بنقول عليها إيه؟ تحت الحمراء. تمام. رقم 17، تستخدم الأشعة السينية في فحص عيوب الخامات والمعادن، أي حاجة جوه بنفحصها يبقى على طول سينية أو إكس. تمام. كده خلصنا مع بعض الفيديو ده، نبص الفيديو الجاي من أول سؤال رقم 8 صفحة 170 إن شاء الله.